حياتك تعمل بعمل اهل الجنه وخلص، انت ما ضل بينك وبين الجنه ولا شيء، بتموت وبتفوتك. شو بيصير بعدين؟ بتعمل عمل اهل النار فبتدخل النار. ليش؟ لانه الله هو اللي كتب عليه. طيب ماشي بلاها هاي. حديث قل ان اجتمع، شو كانت يا ربي، ان اجتمع الجن والانس على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا ان يكون الله قد كتبه عليك، وهيك شيء ثانيه بيكون عندك. لا 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 ما كفي بنجيبه بعدين اذا بدك اخر شيء، يعني كفي الفكره، يعني مو ضروري. اوكي اللي هو هذا تبع اجتمعت الجن والانس، انه اذا بده يضروك بشيء ما بيضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. طب هذا شو؟ يعني الله فارض عليك سيناريو انت ماشي عليه طول حياتك وما حدا بيقدر يغيره. يعني اذا كل العالم اجتمعت لتغير، ما حدا بيقدر يغير مشيئة الله وإرادة الله. وهذا على فكرة بيرجعنا للدعاء نفسه. لما هو ماشي قدري انا اللي كتبه علي الله، كتب الاقدار والمواقيت ومدري شو كذا قبل 50,000 سنة، هو انت لما تدعي ما بتقدر تغير، مستحيل تغير. في نوعين من القدر، النوع الاول ده القدر المسلم به، يعني مفيش فيه اختلاف، وهو القدر المرتبط بخلق الكون. فربنا سبحانه وتعالى وضع للكون سنن، زي مثلا النار بتحرق، سكينة بتقطع، ايه دي السنن ايه الكونية مثال ليها، يعني امور لازم تحصل عشان يحصل وراها حاجات تانية، من اتزان للكون والعلاقة ما بين كل اجزاء الكون. ربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل ان يخلق الخلق. والدليل من سورة القمر، ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني وقت معلوم وقدر معلوم في زمن معلوم بطريقة معلومة، يعني مفيش حاجة اسمها صدفة. وفي سورة الفرقان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنوع ده من القدر مفيش فيه خلاف. طيب النوع بقى اللي عليه خلاف هو القدر المتعلق بأفعال العباد، والأقدار المرتبطة بعملية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. قالت ايه بقى الطائفة الإبليسية؟ قالت ما دام ان الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه، واستشهدوا في سورة النساء ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها، فكيف يجوز اذا عقلا ان يكتب على العبد اذلا اعماله ليقوم بها حتما؟ فكيف يؤمر العبد وينهى والامر اصلا قد بت فيه خلاص والنزاع انفض؟ يعني خلاص هو ربنا كتب عنده فوق انا في الجنه ولا في النار، يبقى يلزمه بقى ان انا اشتغل، يلزمه ان انا اتعب، يلزمه ان انا اصلي، خلاص ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لنا ان احنا نخش الجنه، خلاص مش مهم نصلي، ربنا هو اللي كاتب لنا ان احنا نخش النار، خلاص يعني نعمل ليه؟ وده نوع من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ونسبه الظلم له، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. في حديث صححه الألباني إن أول ما خلق الله إيه؟ خلق القلم، قال له إيه؟ أكتب. قال ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى علم ثم كتب ثم شاء، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله، وما علم معدوم إلا بمشيئة الله. في سورة التكوير، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى احنا مشيئتنا خاضعة لمشيئة الله. يعني ايه؟ عشان القصة دي فيها قلق، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى شاء ان احنا ناكل اللحمة والخضار والفواكه، هل من ضمن قائمة المنيو بتاعت اكلنا في طوب وزلط؟ مفيش. يبقى دي ايه؟ خارجة عن مشيئة الله، لم يشاءها الله لنا. لو شاء ان احنا ناكل طوب وزلط لكن من ضمن القائمة كده، وانت عارف المطعم كده اكل الطوبة دي، لا لا تعالى ناكل الصخرة دي. يعني ايه؟ يعني اختياراتك ومشيئتك داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب وفي سورة البقرة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شفت بقى، يريد مش ما يشاء. يعني ايه بقى؟ يعني ربنا قد يشاء العسر ولكن يريد ايه؟ يريد اليسر. طيب ايه الحكمة منه بيشاء شيء وبيريد شيء تاني؟ طب ما يا رب ما اللي انت ما تريدوش ما تشاؤوش. لا ليه بقى؟ لان ده
مناط التكليف، لازم تتسأله، لازم تمتحنه، لازم أحط قدامك صعوبات عشان أنا بمتحنك دلوقتي. وزي ما أنتي بتشائي لابنك إن هو يخش في الامتحان ويعاني ويتعب أو تدخليه عملية عشان يعرف يمشي على رجليه تاني، ده إيه؟ كل ده أنتي مشيئة. إنما كنت نفسك في كده؟ يعني كان نفسي ابني يخش يعمل عملية مثلا؟ كان نفسي ابني يخش امتحان ويتعب؟ لا، أنا شئت، إنما لا أريد، شئت لحكمة، لحكمة بالغة، لازم ابني يخش الامتحان عشان ينجح عشان يبقى كويس. هو نفس الحكاية، الإنسان عشان يبقى كويس لازم يتعلم ولازم يمتحن، ساعتها هيتغير للأحسن. ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيء وخلق أسباب وجود الشيء وخلق صفات الشيء وخلق زمان خلق الشيء وزمان فناء الشيء وأين سيكون وما هي أسباب وجوده وما هي نتائج وجوده. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق لكل شيء، وده بيدل على سعة علم الله تعالى وعظيم قدرته. فربنا بيقول لك شوفي قد ايه انا قدير، شوفي قد ايه علمي، شوفي قد ايه احط بالكون. فدوت يعمل لك ايه؟ يعمل لك خشية، ويعمل لك كده تواضع، ويعمل لك حب، ويعمل لك رهبة. خلاص، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيخلق الاقدار متنوعة، قدر الخير موجود في الارض وقدر الشر. ربنا خلق قدر الطاعة وقدر المعصية، قدر الحب وقدر الكره، قدر السلام وقدر العدوان. لو أنا خدت بقدر النجاح هنجح، ولو خدت بقدر الفشل هفشل. فإذا مين المختار؟ المختار مين؟ أنا اللي بختاره. طيب مين اللي حطلي الاختيارات؟ ربنا. فالعلاقات ما بين الأشياء وما بين الإنسان بتبقى بقدر الله، لأنه بيضع سنة ما بين الشيء وما بين الإنسان. حتى الموت والحياة ربنا خلقهم برضه، هما مخلوقات. في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم دي مش معناها يعني يزيكم أو يبتليكم أو يضركم، لا، يختبركم. هل علم الله المسبق يجبر العبد على الفعل؟ هل مثلا عشان ربنا سبحانه وتعالى كتبني انا في الجنه مثلا، يبقى ده معناه ان هو بيجبرني ان انا اخش الجنه؟ او واحد اعوذ بالله مكتوب ان هو في النار، فده معناه ان ربنا بيجبره ان هو يخش النار او بيجبره ان هو ما يصليش؟ لا طبعا، علم الله سبحانه وتعالى هو صفه انكشاف فقط، يعني مش صفه اجبار، ما بيجبرناش على حاجه. فالقدر ليس إجبار على إن إحنا نعمل حاجة. هل القضاء والقدر ده يتنافى مع عدل الله؟ يعني مثلا ذنبه إيه الكافر ده إن هو يخش النار؟ يعني لمجرد إن ربنا كتبه إنه يخش النار، طب ليه ربنا ما كتبوش عنده إنه هو يخش ليه الجنة؟ في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل كده سنة كونية. يعني إيه سنة كونية؟ حاجة كده بما أن إذن، يعني عملية رياضية. إذا كان قلبك من جوه نظيف وطاهر ومخلص، هو لوحده كده زي الجي بي اس كده بيقودك إلى انك انت تغذي باسباب الخير. وان كنت عايزه تغذي الدنيا فقط ومش همك الاخره، برضو ربنا سبحانه وتعالى بيترك القلب ده انه لاسباب الدنيويه ما يوفقوش. حاجه كده تركيبه كده، الجسم ده اللي بيحركه القلب، وهو ربنا سبحانه وتعالى حاطط ايه زي ما تقولي كده اسباب في الطريق. فقلبك هو اللي بيقودك لأسباب معينة تؤدي بك إلى نتيجة معينة. هي دي الأقدار يا جماعة، فهمت الفكرة؟ فالقلب لما بيعوز حاجة الأسباب اللي بتؤدي إلى اللي هو عايزه بتتفتح.
إن كان عايز يضل ربنا هيحط قدامه أسباب الضلال، وإن كان عايز هداية ربنا هيحط قدامه أسباب الهداية. طيب سورة إبراهيم: وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في ناس بتقول هو إن ربنا سبحانه وتعالى إيه بيضل من يشاء، لا، من يشاء هنا المشيئة للمين؟ للعبد. يعني اللي عايز هداية هيهدي ربنا، واللي عايز ضلال هيضل ربنا. طيب ايه الدليل؟ الذين اهتدوا زادهم هدى، يعني الهداية من عند العبد الأول، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بأسباب الهداية وبأسباب الجنة بعد كده. يعني النية الأول، البداية من القلب، بس القلب لو عايز حاجة هياخدها، لو عايز الدنيا قد يدهلك وقد يدهلكيش، لما لو عايز الآخرة يقينا هيدهلك وهيوفر قدامك كل أسباب الهداية. فمشيئة العبد من مشيئة الرب، والمشيئة هنا هي الأخذ بالأسباب. والمشركين برضو استخدموا الحجة دي قبل كده في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني احنا اللي احنا عملناه ده كله لو كان شاء ربنا، لو كان عايز كده ما كناش نعمل، ما كانش عملنا. طب ما دي حقيقة، هي دي فيها كلام. يعني انا لو عايزة اتحرك من مكاني وربنا لا يريد ان اتحرك من مكاني، مش هتحرك من مكاني، دي ما فيش فيها كلام. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجبرنا على شيء، فاحنا كائنات مختارة، ما عندناش، مش زي الملائكة مجبرين على الطاعة، لا، احنا مختارين ما بين المعصية وما بين الطاعة، وربنا سبب لنا أسباب المعصية وسبب لنا أسباب الطاعة، وخلق لنا نفس مهيئة للاتنين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.